السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في سوبر مامي. هننضف مع بعض دلوقتي بقى ونتحدى الكسل ونقوم من مكاننا وننضف الريسبشن. أنا هنضف جزء بس منه اللي هو الجزء الخاص بالأنتريه، وكل حاجة بقى موجودة فيه، سجاد وستاير وشباك وتكايات وشيلة الأنتريه والسيراميك وكل حاجة هننضفها، وهناخد جزء جزء كده علشان لما نيجي ننضف قبل رمضان ما يبقاش التنظيف صعب علينا. يعني لما يجي ميعاد تنظيف حاجة عندك سواء شهري أو أسبوعي أو موسمي أو أي حاجة تنظفيها، ما تستنيش لما يجي بقى تقولي تنظيفة رمضان بقى وتلاقي الدنيا كلها متكركبة على دماغك. فدلوقتي هننظف الأنتريه. أول حاجة عملتها إني فتحت الشباك ونزلت الستارة طبعا عشان تتغسل. طبعا بعد الفترة بتاعت التراب دي مليانة تراب جدا، مش نظيفة خالص. بعد ما حطيت السلم بقى ونزلتها، هفك بقى كل المشابك الصغيره ديت اللي متركبه في الشريط بتاع الستاره عشان ما تغسليهاش بيها، علشان هتصدي على الستاره وهتعمل اصفرار كده وهتخلي منظر الشريط شكله وحش قوي. هنزل كمان الستاره دي كمان، واول حاجه هعملها بقى ان انا هحطه في الغساله قبل ما ابدا اي حاجه. بس هنعمل الغساله من غير عصر، هنعملها على درجه حراره 30، يعني ميه ساقعه عشان ما تكرمش ولا تتكسر مننا، ومش هنعصرها عشان برضو احنا مش هنكويها، فهنطلعها بالميه بتاعتها وننشرها كده شويه وتبقى خلاص كده ايه، مش مكسره ولا اي حاجه. اهو هشغلها كده على الحراره 30 وهلغي كمان العصر، عشان طبعا العصر ده بيدغدغ الحاجه، يعني بيخليها مكسره جدا. هتاخد هي حوالي 18 دقيقه. حطيت كمان برسيل جل حلو جدا، بيخلي الستارة تتشطف بسرعة وتنضف برضو اسرع. بعد كده هشيل التكايات بقى من على الانتريه كلها علشان انا برضو هغسلها بعد ما الستاير تطلع من الغسالة على طول. تاني حاجة هعملها ان انا هشيل السجادة من الارض. السجادة طبعا مش هتتغسل، هي نظيفة، هدخلها بس البلكونة وهنفضها بقى بالمنفضة كده لو فيها اي تراب او اي حاجة، واسيبها بقى في البلكونة تتهوى لحد ما اخلص خالص، وكمان انضف الشيلة بتاعت الانتريه وكمان تنشف وكل حاجة وهي في البلكونة، فعشان تتهوى. بعد كده هبتدي بقى اشيل كمان بقية السجادة بتاعت الريسبشن. السجادة دي كمان هشيلها وهعمل فيها نفس اللي انا عملته في السجادة التانية، هو اني احطها على البلكونة برضو وانفضها كويس جدا واسيبها بقى تتشمس وتتهوى كويس قوي في البلكونة. السجاد مهم قوي انك تهويه عشان ما يبقاش في ريحة كمكمة خالص. كده خلاص، بعد كده هشيل الشلت كلها من على الانتريه. هجيب المكنسه الكهرباء، فيها طبعا الفرشه الصغيره اللي احنا بنستخدمها في حاجات كتير قوي، مهمه جدا، بتدخل في كل التنايات والاماكن الضيقه اللي ما بتعرفيش توصلي لها. هشفط كده كل الاتربه، على فكره هو عليه تراب كتير، فهشفط كل الاتربه بقى بالفرشه الصغيره دي. هعمل كده في كل الانتريه، الكنبتين والكرسيين. والخطوه دي مهمه قوي قبل الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي علشان نشفط كل التراب قبل ما نمسح طبعا بحاجه تكون فيها ميه علشان الدنيا ما تقلبش يعني طينه، فطبعا لازم تشيل التراب كويس قوي الاول. بعد كده هجيب شويه ميه، دي دافيه، في اي طبق كده كبير، وهحط فيها يعني حوالي معلقه بس كده كبيره من المسحوق الغسيل الاوتوماتيك اللي هو الجل، وكمان هحط شويه خل وغطا من الديتول. انا هحط كده بس لان الانتريه بتاعي هو عليه تراب بس، ما فيهوش اي بقع ومش متوسخ. انت لو الانتريه بتاعك فيه بقع حطي فانش مع الخلطه دي كده، هتنضف معاكي وتبقى حلوه قوي. لو الانتريه فيه بقع عندك استخدمي الفرشه دي او استخدمي سفنجه تكون خشنه شويه تطلع معاكي البقع، انما انا مش هستخدم خالص الفرشه ولا سفنجه. انا كل الموضوع ان انا هستخدم فوطه بس مبلوله ومعصوره ميه وفوطه تانية انشف بيها في الاخر بس كده.
هبتدي بقى اعمل كده في الانتريه كله، كل حته هعمل فيها اللي انا بعمله دلوقتي ده، ان انا ابل الفوطه من الميه اللي انا عملتها دي واعصرها جامد جدا، عشان طبعا احنا مش عايزين نبله يعني، عايزين ننضف بس ما نبلوش. وهبتدي امسح بقى الانتريه كله كده. بعدها حسيت بتغيير في اللون فظيع بجد، اللون بقى احلى كتير وظهر، وشلت كل التراب من عليه. وهوريكم دلوقتي الميه بقى بقت عامله ازاي. الجوانتي ده كمان لقيته افضل من الفوطه، عشان بيدخل في الايد كده وبيخليكي تقدري تتحكمي اكتر وانت بتدعكي. فدلوقتي كده حتى كمان الظهر انا مسحته، شلت كل الاتربه اللي عليه. بصوا بقى الميه شكلها ايه، ما كانش باين عليه ان هو متوسخ ولا اي حاجه، ولا ان هو فيه تراب، الميه بقت متوسخه جدا، وده طبعا اكيد لان انا نظفته الحمد لله وبقى كله تمام. وديت الانتريه بقى بعيد خالص كده، فضيت المكان اللي عند الشباك ده طبعا عشان التراب. وهبتدي بقى بالفرشه بتاعه المكنسه برضو اشفط بيها التراب كله اللي هو في المجرى بتاعه الشباك الالموتيل، بيبقى فيها تربه كتير جدا. وبعدين مسحت برضو بقماشه معصوره ميه، نظفت كل المكان اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده جبت البخاخ اللي فيه الخل على الجنرال، وبدأت بقى ألمع الشباك كله زي ما انتوا شايفينه كده. بصراحة بقت حاجة تفتح النفس يعني، شكل الشباك نظيف جدا ما فيهوش أي أتربة، رغم ان هو كان فيه كمية أتربة رهيبة. هنيجي بقى نعمل الستاره. الستاره عليها برضو تراب، فهنجيب الفرشه دي، فرشه الشيش بتاعت البلكونه، هي فرشه ناعمه جدا وبتشيل الاتربه بسرعه. هبتدي بقى انفض بيها كده وامسح بيها كل الاتربه اللي على الستاره. بصراحه الموضوع اختلف خالص، برضو التراب انا كنت شايفاه بعد ما مسحتها بالفرشه دي، الموضوع اختلف كتير قوي وبقى شكلها نظيف قوي. هي ناعمة وما ما بتختش اي حاجة في الستارة ولا بتأثر عليها يعني. بعد كده مسحت بقى الارض كويس قوي بمية فيها خل بس، مش اكتر من كده، انا كنت عايزة المع السيراميك بس. وبعدين رجعت بقى الانتريه تاني مكانه طبعا، وانا بنفض الستارة والشباك وبنضفهم كويس، كنت مودية الانتريه بعيد عشان ما يجيش عليه اي تراب. ودلوقتي بقى هفتح الشباك وارجعه بقى ايه عشان يتهوى كده، واروح بقى انضف الشلت بتاعته بنفس، غيرت طبعا الميه بس بنفس الخلطه اللي احنا عملناها، اللي هو المسحوق الاوتوماتيك الجل وخل وديتول، نفس اللي انا عملته ده هعمله برده في الشلت بتاعت الانتريه. وديتها البلكونه عشان تنشف، وسبت الانتريه بقى عشان يتهوى. بعد 4 ساعات بقى الستاره طبعا نشفت، غسلت كمان التكيات كلها في الغساله، كل 3 تكات جم مع بعض في الغساله، بس عصرتهم طبعا لان هما فايبر ومفيش غلط عليهم من العصر، وكمان نشرتهم. دلوقتي الستاره نشفت بقى، ركبت كل المشابك تاني والدبابيس بتاعت الشريط وعلقتها. كمان الشلت والتكيات اتهوت قوي، فدخلتها كده عشان ارصها على الكراسي تاني. هرجع بقى كل حاجه مكانها، انا كده خلاص خلصت تنظيف، هفرش بقى وارجع كل حاجه مكانها. رجعت الشيله التاني بقى مكانها، هجيب بقى التكيات من البلكونه برضو اللي انا غسلتها في الغساله، بعد ما كانت حساها لونها باهت خالص وريحتها كلها تراب، بقت ما شاء الله ريحتها حلوه قوي. حطيت عليها دوني برضو في الغساله وهي بتتغسل، ريحتها جميله جدا ونضفت قوي. بعد طبعا ما خلصت بقى اديت الارض كمان تلميعه سريعه، بعد ما نضفت بقى الشباك والستاره وكده، فاديتها تلميعه كمان سريعه كده. وبعدين هجيب السجاده من البلكونه بقى وافرشها. حطيت كمان الترابيزه وهرش عليها ملمع ازاز وامسحها بجرايد. وانا كده خلصت. خلصت كل التنظيف هنا في المكان ده، غسلنا بقى الستاير ونفضنا السجادة ومسحنا الإزاز، غسلنا التكيات
ونضفنا برضو الشباك من الأتربة كلها. والمنظر زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا ما كانش فيه اي نفس يعني ان انا اعمل اي اكل ولا اي غدا، فطبعا اللي نفعني وانقذني في الموضوع ده التفريزات. عايزه اقول لكم ان التفريزات مهمه جدا، حاجه ما تتعبكيش خالص، وفي اقل وقت واسرع يعني واسرع وقت واقل مجهود انك تحضري الاكل. انا بقى كنت عامله فاصوليا في مره، وكنت بلاها من قبلها بيوم وسلقتها كلها على بعضها، واخدت اللي انا كنت عاوزاه في نفس اليوم، وشلت بقى الباقي في كيس في الفريزر فطلعتها. هي طبعا مسلوقه وجاهزه، مش هقعد بقى انقع ولا احتاج ان انا وقت او مجهود او ان انا ابقى مشغوله بالاكل كتير في اليوم اللي انا عملت فيه التنظيف العميق ده، لان هو اخد مني برضو وقت. صفرت كده بصلايه على النار، عليها رشه ملح ورشه فلفل، وحطيت عليها عصير طماطم، ونزلت عليها بالفاصوليا ومعلقه صلصه من الجاهزه وملح وفلفل، وكده خلاص الطبخة عندي خلصت. كان عندي شوربة في الفريزر طلعتها برضو، خففت بيها الصلصة بتاعت الفاصوليا واديتها شوية من الشوربة كده، وبعدين عملت شوية لسان عصفور وحطيتهم على الشوربة، وعملت شوية رز، وبقى عندي الغدا جاهز. ما كملتش نص ساعة كان الأكل عندي جاهز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من سوبر مامي، وتنشطي كده وقومي من مكانك.